فالقصة يا أخواني هذه فردية من نوعها، يذكر قد زمان قريب يقول هذا رجل وزوجته وعنده والدته، الوالد تعرفون حنون، والوالد ما يحب لولده أو بنته إلا كل خير لا إله إلا الله. يقول تضايقت الزوجة من هذه الأم، مشكلة يا أخواني مشكلة، تضايقت يوم جاي يوم من الأيام قالت وش رايك يا فلان، نبي نودي أمنا أمك نبي نوديها للرعاية، للرعاية تكفلها وعلاجها وزين وكل شيء. الرجال ما صار عنده شجاعة، الرجال قال له بكرة بكرة بكرة، يوم جاي يوم من الأيام قالت ما فيه البيت لك لي ولا لأمك، اختار حد الثنتين. وبعدين هذه أمور فردية يمكن بالملايين ما يسويها إنسان مثل ما سوى هذا البشر لا إله إلا الله، وهذه مصيبة، لكن صارت آخرها عبرة لا إله إلا الله، ورجع لله سبحانه وتعالى عقب ما فات الفوت. يقول جاء يوم من الأيام ولزمت عليه وقالت وده الرعاية، وده ألم الرعاية ما نقدر نصبر عليها، الوالدة مصبرت عليها وتخدمهم بالمطبخ وبالمحل وتنظيف، يا يوم مرتاح يا يوم، قالت لا خدمتكم شرف وأنا ودي أني عندكم ولا أروح للرعاية. المهم أن لزموا عليها وقالت وقال نبي ودت الرعاية، قالت يا وليدي ما دام أنكم موجودين أنا معكم لين دخلوني قبري. المهم قالت الزوجة ما هنا سوالف، يوم أنها ما بغت الرعاية مثلا فنبي نتصرف، ما نتصرف من برا، ما صار شيء يجي على الرجال، شالوا أمهم ولعلهم طلعوا بالنفوذ الخارجي خارج الرياض وقهوها وسقوها وجابوها كالخيشة وادخلوا لهم فيها وحزموها وخلوها محلها، ما يفعلها بالملايين ولا واحد لا إله إلا الله، لكن فردية ولعلها صارت موعظة. خلوها وعندما خلوها مشوا وراحوا لبيتهم، الواحد يضحك بوجه الثاني، أمنا بالله وعليه التكن، لكن الله يمهل ولا يهمل. يقول جو كشاتين ثانيين ويوم دروا لو والله أن الخيشة لها بقشعات بنفس النفوذ، لو والله الونين بها الونين الونين. قالت أم العائلة هذه اللي جو كشاتة قالوا نسمع ونين تقولها أم العائلة بهذه الشجرة بحاجة، وأنا والله أني تخوفت منها. جاء أبو العائلة وعياله ولم وجاءوا لا والله بنتك الحلال اللي مغرد تسبح وتهلل وهي بالخيشة، فكوا الخيشة وإذا هي على آخر نفس الأجودية خيشة سبيرة وعصبوها علشانهم يروحوا راحوا. قاموا وين ودوها؟ أكرموها وعينوا خير أنتم يا هالكشات الأخيرين ذولا، وقالوا صير عندنا فمحلة لنا نور ولا ندور ندور ولد. قالت له ولدي يوم القيامة أنا وياها ما بيننا شيء. أي المهم قالت قال وين وديت؟ قالت ودوني الرعاية، ودوا عجيزات مثلها وكرموها ودوا لها جزاهم الله خير، ما قصروا يعالجون ويغسلون وتكتورها قدامها والتكتورة حتى العجيز ريع نفسها وافلحت وعينت خير. جوها هالاستقبال والمسؤولين المين باسم ولدس اللي طشت منه، قالت والله طشن ولدي وزوجته. قال حسبي الله ونعم الوكيل، هذه ما ردوا المسؤولين المين وش اسمه. قالت لا تفطرون سبيتي به، لا 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 خلوه براحته، والله لو تجيبوني يفعل كل شيء بي ولا يذبحني والله اني ما تعرض ولا علم ولا علم باسمه. اخذوا مده وقالوا اجل على كرامه وارتاحي، وقامت مع العجيزات تغزل بالمغزل وزمانهم الاول وارتاحت وافلحت. لكن تدعي لولدها ما نسيته، تدعو له. الولد رجع لبيته اليوم الاول اليوم الثاني وزوجته تعصب عليه، قالت انت هذا فعلك بامك وبكره تبي تجيب لي ولد ويبي يسوي بي مثل ما سويت بامك، هذه رساله من رب العالمين، والله انت تسوي بي مثل ما سويت بامك، ولكن انا بروح لاهلي يا بنت الرجال انت اللي حديتيني انت اللي. قالت بلك ما انت شجيع، بل ما فيك خير ما
من جبت ولد والله اني ظانتني سوي بي مثل ما سويت بامك، لكن ودني ودني اهلي يا بنت الرجال انت وديت امي وتكلفت وكل شيء. قالت ما انا وداها لها، علمت ابوها قال خل الله يقرأ وانت يا السبب ما في شيء، جزم ان تشريكه يقول ابطا، يقول لعله بوظيفه مرموقه، يقول والرجال صابته هموم وغموم، كل ما جاء عقب يوم يومين يروح للشرها لي وحط امه بها ثم يصيح يصيح لين يفرغ اللي براسه، ثم يرجع البيت واذا البيت مظلم، الزوجه راحت خلاص فعلت ما فعلت وانتهى الامر. جاء يوم من الايام وضاقت به الدنيا، فصلوه من الوظيفه. الرجال كاين حاله نفسيه معه، والرجال اهتم، والرجال يقول امي ما ادري حيه ولا ميته ولا ادري وين راح. راح يسعل مع الجمعيه الخيريه هذه اللي مثل عند الدوله جزاهم الله خير، يتكلفون بالكبير والصغير والمعاقين الله يكتب اجرهم. المهم وجدوها يوم قام ينشد، وجدوها وين؟ وجدوها عند شو اسمها هذا القسم بالرياض. يقول جاء المسؤول وقال انا ترى يعاني من بعيد هذه العجوز، ودي انك تطلعها لي محل ما يشوف احد. وش انت من؟ قال والله انا خال بعيد ماني قريب ولا اني ابعد الحوم عنها. يقول المهم جابوا العجيز تمشي على مركاحه، وكانها نشيط انشط منها قبل، حلت قهوه وتاكل علاج وبس وش تبين بس. يقول جابوها، يقول له والله يوم دخل عليها قال له والله يوم شافته قالت يا هلا هذا العيد، هذا العيد المبارك، والله يا وليد انك من يوم انك رحت وانا ادعو لك واليوم اللي جابك الله. قام الرجال واشتالها حب قدامها حب يدياتها، قال انا حضيض يوم اني صرت حيه بس انا خايف ان تموتين. قام ودخلها بالبيت واخذت اليوم الاول والثاني والعجيزة خدمه، اخذت لها فتره. قالت يا وليدي ما ودك تزوج؟ قال اخاف ان يطيح مثل ما طحت بالاوله. قالت الاوله راحت بنت خالك عرفها حمل ورضاع، وتراها تبي تخدمني انا وياك عرفها تقيه واخلاق طيبه، فالبني ادم من اخلاقه ما في شك. قامت وخطبت بنت خاله وجابها الله بالبيت وارتاحت وصارت ام العيال واختمتهم حتى ان كل راح نفاله. وهذه يا اخواني ترى ما نعمم حنا، هذا شباب يمكن بالطيشات والبلاء والمصايب ويحصل له ما يحصل، وهذه يمكن بالملايين واحد تمر عليه. وشبابنا ترى فيهم خير والله، فيهم اخوات وفيهم جماله وفيهم طيب للجار والضيف والمسير. هذه القصه جبناها لكم اليوم، وسلامة الحاضرين والمشاهدين جزاكم الله خير. تسلم يا ابو صالح، جزاك الله خير. يعني حتى وان زي ما ذكرت في الاخير موضوع شبابنا فيهم خير، لكن احيانا سبحان الله مداخل الشيطان ما تدري انت منين تجي، يعني احيانا من المراه ولا من الرجل ولا من جار ولا من الاعلام ولا من اي طرف يؤثر على حدث ولا على اسره معينه ولا على. هو الجميل في القصه حقيقه ان الولد استدرك في خطاه وعاد وتاب، واجمل شيء في الحياه الانسان اذا اخطا يعود حقيقه، ما يتكبر ولا يعاند ولا يجادل ولا يقول لا ما اخطيت وقول امي هي اللي مسويه وهم اللي لا ابدا. الانسان مهما كان على قولة مثل ابو صالح الظفر ما يطلع من اللحم مهما كان، هذه امك وربك ونشأك. الله يجعلنا اياكم بارين بمحيان واموات.